نحن في مخيم الراعي الواقع في معرض غربي معرض مصرين بريف إدلب الشمالي. استلمنا من مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية سلل إغاثية متنوعة. نشكر القائمين على هذا المشروع وجزاهم الله كل خير. نحن مخيم الأنوار الواقع في ريف إدلب الشمالي. قمنا باستلام مواد إغاثية من مؤسسة أورينت، وكنا بأمس الحاجة إليها من ملابس شتوية ومنظفات. نحن في مخيم عيون عارة في ريف إدلب الغربي من حوالي أو تحديداً من 9 رمضان لحد تاريخ اللحظة هاي ما دخل على المخيم لا إغاثي ولا غذائي ولا أي شيء دخل على المخيم. مخيم عيون عارة في ريف إدلب الغربي. فاليوم نتشكر مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية على هاللفتة الكريمة. تم تسليمنا سلل إغاثية لجميع أفراد المخيم، لجميع العائلات اللي هي من جبل الزاوية ومن ريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي. اليوم 13/11/2021 نحن مؤسسة أورينت الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان نقوم بحملة إغاثية إلى منطقة غرب إدلب، إلى مخيمات النزوح، مخيم عين عارة وعدة مخيمات أخرى لتوزيع السلل الإغاثية استمراراً لحملاتنا السابقة التي قمنا بها.